فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما مقدار كفارة اليمين؟ وهل يجوز ترك اليمين بعد حلفه، كأن يحلف مثلا على ترك التدخين وعدم العودة إليه ثم يعود لضعف في النفس؟ نعم، الكفارة واجبة إذا حلفت على ترك شيء ثم فعلته متعمدا وجبت الكفارة، وهي على نوعين: تخيير وترتيب. تخيير بين ثلاثة أشياء التي هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير. فإذا لم تجد شيئا من هذه الثلاث تصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين. وإذا حلف لا يترك الدخان يجب عليه من ناحيتين: من ناحية ترك الحرام ومن ناحية البر باليمين، ولا يجوز له يخالف اليمين. فإذا خالف وعصى فهو آثم وتجب عليه الكفارة أيضا والتوبة إلى الله عز وجل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.